السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد على قناة الخروب. في هذه الأجواء الجميلة وجو ربيعي مشمس، هذه الأجواء الجميلة هنا الحمد لله. أشرقت الشمس بعد تهطل الأمطار الخير بعموم المملكة المغربية وبضيعة الخروب. هنا بعد غياب طويل لظروف خارج على الإرادة أقدم لكم فيديو جديد خاص بتقليم أشجار الخروب. هذه الأشجار التي تجاوزت سنة، عمرها سنة ونصف تقريبا، وبعض الأشجار عمرها أقل من ذلك أو أكثر بقليل. قمنا بتقليمها تقليم التكوين كي تأخذ شكلها الذي سيساعدها على النمو. كما سبق وأن قلت لكم بأن شجرة الخروب تخضع لتقليم واحد فقط، هو تقليم التكوين. تقليم التكوين لشجرة الخروب يقوم على أساسين. أول أساس هو ارتفاع الشجرة أو مكان التفرع عن سطح الأرض. يجب مراعاة أن يكون هذا الارتفاع أن يكون 80 سنتيم نظرا لارتفاع حجم الشجرة المستقبلي. ضروري أن يكون ارتفاع منطقة التفرع عن الأرض حوالي 80 سنتيم. كما تشاهدون هنا أماكن التقليم تركنا 80 سنتيم، تشاهدون أماكن التقليم بعدما قمنا بتقليم الشجرة. هنا مكان التطعيم كان هناك فرع نما لم ننتبه إليه، نما تحت مكان التقليم، قمنا بتقطيعه. ثم قمنا بتقليم الأفرع الأخرى التي نمت فوق مكان الطعم حتى وصلنا هنا. مكان هذا مكان التفرع الأول كما تشاهدون شكل الشجرة. جذع واحد ثم تتفرع بعد ذلك لتترك نموها طبيعيا. الآن بعدما قمنا بتقليم الشجرة سوف نقوم به بعد أسبوع من الآن، سوف نقوم بسقية ثم سنقوم ببدء برنامج التسميد الذي سأحاول تقاسمه معكم. النصيحة التي أريد أن أنصحكم هي أن تقوموا بمحاولة تقليم الشجرة قبل أن تبلغ هذا العمر أو هذا الحجم أو أكثر. هذه حاليا طولها مترين كما تلاحظون، قد كسرت طور النمو كطور السكون عفوا، وبدأت في إفراز النموات الجديدة كما تشاهدون. هذا اللون الأحمر دائما كما أقول هو عبارة عن العصارة التي تكون قد صعدت إلى أغصان لا أقل ولا أكثر. هذه شجرة أنثى 100%، سبق لها أن أعطت بعض الأزهار لكنها تساقطت بفعل تأثير الثلوج المتأخرة التي تساقطت بالمنطقة، وبحكم أيضا برودة المكان هنا. لو كانت شجرة قد أثمرت مبكرا وكان سنها يتجاوز 3 سنوات لما تأثرت بهذا الصقيع. إن تلاحظون هنا شتلة صغيرة قمنا بزراعتها في شهر أكتوبر، يعني 6 أشهر قبل هذا، وقمنا بتقليمها بشكل مبكر كي نتفادى ما وقعنا فيه من تقليم متأخر. صحيح أننا عندما قمنا بالتقليم
سيتأخر النمو قليلا، لكن هذا الظاهر وإنما الحقيقي أن النمو لم يتأخر ولن يتأخر، وإنما سيتركز نمو الشجرة في جذع واحد، وبالتالي سيزيد من سيحسن نمو الشجرة بشكل أفضل. هذه شجرة أخرى كما تشاهدون، هذه شجرة أخرى قمنا بتقليمها تقليم تكوين. كما تلاحظون هذه الشجرة قمنا بغرسها شهر 8/2021، يعني أو شهر 6 عفوا، يعني عمرها 21 شهرا، طولها تقريبا 20 إلى 40 سنتيم. قمنا بتقليمها تقليم التكوين كما تشاهدون، هذا مكان التقليم. قمنا بتركها تنمو على جذع واحد 80 سنتيم ما بين مكان بين التربة ومكان التفرع. قمنا باختيار 4 أفرع رئيسية، ثم تركناهم للنمو بشكل طبيعي. قمنا أيضا بتقطيع الأفرع المتشابكة والأفرع المتوجهة نحو الأسفل، ثم سنسرق الشجرة لحال سبيلها تنمو. هذا الأمر سيؤدي لتسريع نمو الشجرة كما تشاهدون، وأيضا اتجاه النمو سيكون نحو الأعلى قبل أن تبدأ في التفريع الأفقي. آنذاك عملية الجني ستكون سهلة، وحتى حتى الشجرة لن تتأثر بالرطوبة، وبالتالي سنتمكن من تفادي الأمراض الفطرية. هذه الشجرة لم نتمكن من إكمال تقليمها على جذع واحد، لأنها تفرعت من مكان التطعيم إلى جذعين رئيسيين. قمنا بتركها هكذا، بالمقابل قمنا بتقطيع الأفرع إلى حدود 80 سنتيم كما تشاهدون هنا، ثم سنسرقها تنمو بشكل طبيعي. شجرة أخرى كما تشاهدون هنا، قمنا بتقليمها تقليم التكوين مع احترام نفس القاعدة دائما، 80 سنتيم على مكان تفرع. نقوم بهندسة أو بناء العمود الفقري للشجرة الذي سيحمل الجذوع الرئيسية والثمار مستقبلا. بالمختصر هذه هي العملية التي سنقوم بها. شجرة أخرى كما تشاهدون، نفس العملية. هنا أيضا هذه من الأشجار التي عمرها تقريبا سنة ونصف، لم نقم بقطع الجذع الرئيسي أو إفراغها من الوسط، ولكنها تكونت هكذا بشكل طبيعي. ما قمنا به فقط كما تشاهدون هنا هو قطع هذا الفرع الذي كان منخفضا، أما الفرع الرئيسي فالجذع الرئيسي فقام بالتفرع في هذه النقطة، فأعطى 3 أفرع رئيسية ستكون الهيكل أو العمود الفقري للشجرة، كما هو الحال بالنسبة لهذه الشجرة. أيضا هذه قمنا بزرعها منذ 6 أشهر بغرسها عفوا، وقمنا بمحاولة تقليمها منذ البداية، ستتخذ هذا الشكل. هذه الشجرة في بعض الأحيان نضطر إلى ترك الشجرة على جذع واحد بدون تفرع
لأن منطقة التفرع تكون منخفضة جدا كما هو الحال هنا، تكون منطقة التفرع منخفضة جدا، فنقوم باختيار فرع واحد ليشكل جذعا رئيسيا على أمل تفرعها مرة أخرى فيما فوق. إذن شكرا جزيلا على متابعتكم، وإلى فيديو جديد إن شاء الله.